المأساة السنوية حلت على هذه المنازل في العريضة كما في قرى حدودية أخرى. غزارة أمطار وفيضان النهر الكبير الذي اجتاح أراضٍ زراعية وحاصر منازل بالمياه. بس مين بده يجي يطلع لي؟ مين بدي يقول لي يا خيي شو بدك؟ طب أنا اخترب بيتي، طب أنت شفت بعينك الحمد لله. ما بده مين يقول لك. كل هاي المي اللي عم تفوت فيها أراضي زراعية. كلياتها أراضي زراعية، كلها العالم اخترب بيتها والبيوت كمان، وحتى أنا بيتي هلا السكن هسا 5 سم بفوت لعندي على الباب، شو بعمل أنا؟ يحاول هؤلاء الشبان وأهالي القرى الانتقال عبر الجرارات الزراعية من دون نجاح أحياناً. فالطريق بين العريضة وقرى عكرية حدودية وصولاً إلى حلبة لم يعد آمناً سلوكها مع ارتفاع منسوب مياه النهر وإمكان حمل السيارة إلى البحر. سيارات عادت وأخرى انتظرت، وبعض الشبان فضل السير على الأقدام. في سهل عكار المأساة حلت في خيام النازحين، غمرتها المياه وحصرتها. هذا الشاب أنقذ بعض الطيور ويسبح معها نحو نقطة آمنة. وين كانوا هول؟ كانوا بقلب المحل، بالمحل. قلب المحل. ليني هذا أنا ليني. ويش المي عليهم؟ جت عليها وجت على العالم. البعض حاول إنقاذ الماشية وإخراجها من المخيم الذي تحول إلى بركة كبيرة. والله أخذوني شي 10 عنجات معزة، وهلأ وحدي خلفت وبالمي شايلين هيك، وقلت لهم نحطهم عندهم عند البارة. شو صار جوا؟ عندهم هون كله طاف تيابهم والأكل، ما ضل شي بنوب نوب. بعض المنازل في السهل اجتاحتها الأتربة والمياه، والغرف الزراعية لم تنجو مع مزروعاتها. ركب علينا طوافين خرجين، ركب علينا من هون وهون، ركبت علينا خرجين وطوافتنا يا عمي أدين الصبح، وقمنا هربنا الولاد من البيوت وأخذوا لنا الأغراض كلها، وندرينا مشاريع نيلو، عندنا مشاريع نيلو ندر الباذنجان والبندورة وكلها صار على الأرض. أبناء العبد صحوا بدورهم على برك مياه عطلت بيك أبات في وسط الطريق. هذا بيكبع الآن ما بيقدر يمشي حرام. ووصلت إلى محلات خسرت بعض أغراضها وبضائعها. شاتي طلع فورا لنا السيئات، روح بضاعة بالأراض، روح الغراض كلها بالأراض، سكرنا وطلعنا على البيت، روح نضل الغراض بالأراض. على مسافة مئات الأمتار تسبب هذه المجاري التي تحمل ما تيسر بغرق بورة سيارات مع مولدات وقطع ميكانيك. من الساعة 6:30 تقريبا طفت المي لك من محل ما حاطين الله بعض هونيك ورماد. إجا نهر لهون نهر أول هيك. كله الرب صار كله عندي بالمحل، والسيارة طلع واحدة مبينه، الموتيريك كله الديراميات المروشة ما في شيء مبين، شيء بنوع عندنا بالمحل بنوع، كل شيء ميكانيك طلع ربو. كان هذا نموذجا لتداعيات عاصفة وأمطار استمر زخمها بقوة بعد التصوير، وحولت الكثير من الطرقات إلى بركين عائمة.